بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان دا ودياشا وحلقة دي صدن يساقالات سؤالها فيسبوك حلقة داننا وكو يتبن سؤالات وكمذا سؤاله نغسو قاري تدوينه سيدي عادي قايد مرور وحنك عدور دارنا سؤاله آدو ترابضا إن الله وذا كوبي كرم سهلك كوب هذه حولية هاي ما يلبضا وحارد عذي إن مساجد دي بلو فري بل سيا الشروطة أذك لو حري هذه شروطها شروطها سعليس النقضان يقول النقضان وأني من كري وايو أجرك جماعة ذا مهلية سردا جوابتيدو جماعادو كما خيرنا مسالادو هذا مساجد لا خيريه ديب لو فريه شروط هذا لا خيري وهي نوقنيسا قفكو عذر دارك او جماعادا او غهري انو يهي عذر دار شرعيه او شرعي او غلااداي مرك هوران او اها ددك جماعادا كو دادال اي حاضره هذه اللبضة أصل لها له وحن أرجينا إنه إن أجرك لو قري أجرك إن لو قري أي أرجينا إنه لب اللبضة بقى والله دري شنكرا ما والله وهي شنكرا مرنا بقى عليه الصلاة والسلام صلاة سيجارة وقال لي وحون يري قفك حانون صدى أما السفر قاله و أودي وايا هليلي وايا إنو تكذو وحالو قريا أجرك ويحيو تكنشري صحيحا مقيما سوى عافي ماتقبا والنبي هذا السبب تودي دي عد عبادة إنو هليلي صلاة أي سفر تاي سفر توا عدر دار جماعة اللوغة حريكار سيدي سوى قريقي سيشوغي بالو قريا وحو سمنشري هدي وحنون وغهرينا وسمين واينا سقو عمركو عافي ما تصنع وحو سمين تريبا لو قريا تاسو حيث الماما يسا هدي عذر دار شرعية آذو وغهرتي عبادة دان سمين تيدا عذر دار كالا أنتينا نيدانا آد كتش علي دادال كيدانا آد بحين شرتي إن أجر كيدي آد هليسو وحال وضع الله حسكن كريا نبو الجهاد كمركز لقليه صلى الله عليه وسلم مدينة ضدبا كهري أريد ضرر لقوم بقعاوي ضدك أعذارتي عذر دار كره ضدك أعذارتي عذر دار كره نبو عليه السلام باكي صحابة كجري مدينة وحاد شوغة ضد توكستود قدوبتين إذا تتكستود مرتين إذن لقاضي يقوم مدينة شوغة ويقعد يا الصحابة وحيد ما يجوا مدينة يجريه هذي الشوعة كاسو حير النبي قها حبسهم العذر عذر دار بحيري وإذا بجات وكيك الشيء كذا ضن النبي أجمد وحير جديد يوح سحانة كو قاضى ما هيو تولوا عيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون خرج كتش مران ما هيان اللي باك قبانيسي ويتشعران الله ينحوال انتهي يعني كقيم قاطان عذر دار بحيري دادال كيدين واهيين ضمير كوذيين يدو ذين واهيين لكن ظروفي عذر دار بحيري قفك سيداسو كريتا أجرك قفك عملك السميي إنو يالان أيو بحديث كان عدي قياسك جهادك وحوكينيا عباداتك كلا قفكي السامين واي عذر دار شرعي وغهراي إنو سنة أجركي إعلانيو كان يكي مركا الله يسوقيو وعلى ليه كرا لكن إن هذا هبسطو وعلى ليه كرا أجركي وذيري لكن وحيو باهانته إن الله هبسطو وحن كوات كاديت شيغي ساي عذر دار شرعي ميهي بسماء وبالله يتوفيق سواش الله بادي وقف دمارة وحا
waxay ka hadlaysaa qabayska waajibka ee xilliga caadada ay ka qabaysanayso. Hadday intay madaxa dhaqato, madaxa qallajiso, waxoogay kadib ay intii kala qabaysato, ama markaas meeshay ku qabaysanaysay ha ku jirto, ama markaas bannaanka ha u soo baxdo oo gadaal ha kaga noqotee, qabayska waajibka ah ma la kala goyn karaa, mise inuu xiriiro qasab iyo waajib wey? Masaladan waa masale macruufa cinda ahli lcilmi oo masalatu tafriiq alwuduu baa lagu yihahda walgusli. Qabayska iyo weysadu in la xiriiriyo ma waajiba, mise waay bannaan tahay in la kala gooyo? Xiriirintu way iska fiican tahay oo sunna wey, calaa qawlayni liahli lcilmi wey. Asaxuhumaa cinda asxaabi, waana qowlka asxaabteena shaaficiyada ay qabaan, waana nasu limaami shaaficiyi fi lummi. Intaan ogahayn bayna alasxaabi ka mas'ala asal ahaan, naska imaamu shaafici baa qowlka muctamadka rasmiga ah. Waqad waajib ma aha weysada in la xiriiriyo, waajibna ma aha qabayska in la xiriiriyo. Xiriirin iyo xiriirin la'aanna xadda u dhaxaysaay waa wixii uu qallali karo sida caadiga, haddaan duruuf gaara jirin, inta uu kala ingegi karee kala qallali kara way. Intaan xasuusta imaamu shaafici fi lum markuu mas'alada sheegay, wuxuu u deliishaday athar ibni cumar isagoo suuqa jooga oo weysaysanaya, markii wejigii iyo gacmihii iyo dhaqaya masaxay madaxii, yaa waxaa loo sheegay inay janaase meyd yaalla masaajidkii. Uu soo baxay, markuu masaajidka yimid buu lugaha dhaqday, cabaar baana u dhexaysayo, wali intaas waa in jirku kale ingegi karo. Laakiin dhinaca kalena wax shardiya oo nas iyo daliil cadoo intaan garanaya aniga waajibiyey in la xiriiriyo lama kala goyn kara yirina ma jiraan. Saas darteed waa la kala qaybin karaa weysadii qayb. Hadda intaad weysaysato waxoogay kadib qaybta kale, haddayna weysadii intaa kaa jabin waad weysaysan kartaa, waad dhaqi kartaa. Qabayskana qayb haddaad hadda dhaqdo oo madaxa la qallajiyo, inta kale dhowaan waa la dhaqi karaa oo dhibaato ma leh. Halkan laakiin mas'alaa ka dhalanaysa masale liasxaabina wajahaani wey, waxaa la yidhaha tafriiqu niya. Qabayska iyo weysada waajibka iyo niyay u baahan yihiin. Cibaadaadka niyada u baahan ee in la niyoodo ay lagama maarmaanka tahay, sida weysada iyo qabayska iyo kuwa lamidka, niyadooda ma la qaybin karaayo? Hadba qaybta la maraya ma la niyoon karaa, ma la niyoonayaa? Mise hal mar baa niyada la jumlaynayaa? Cibaadaadku waa laba qaybood, qayb kala ansaxayo qaybsami karta, niyadeeda waa la qaybin karaa, iyo qayb aan kala ansixi karinoo hal niyad bay u baahantahay sida salaado oo kale. Mas'alada asalka ahayd waxaa imanaysa qabayskii haddaan qaybiyo oo waqti u dhexeeyo, ama weysadii qaarka hore aan weysaysto saacado kadibna lugaha aan dhaqayo, ma niyadii hore igu filan, mise niyadii inaan tajdiidiyoon cusboonaysiiyo wey? Asaxu lwajhayni ama adharu lqowlayni, midka la yidhaahdaba midka raajixee fi lmadhab, isagana rajixee niyadii horaa ku filan, si khilaafka looga baxo in niyadii la cusboonaysiiyana way fiican tahay. Wabilahi tawfiiq. Sahilka saddexaadi iyagana waxaan filayaa waa mas'alo laga yaaba inay ka timid dad talabatu lcilmi ah. Waa laba su'aalood oo isa saaran oo nuujinta ah. Waxaan ognahay nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxaan leeyahay waxaan ognahay kitaabka ilaahay inuu dadka maxaarimta ee guurkoodu kale xaraam yahay ku daray dad nuugma sababteed ku noqday. Xurimat calaykum ummahaatukum, markii la akhriyayay aayadda ilahi subxana watacala fi suurati nisaa, ummahaatukum allaatii ardacnakum waakhawaatukum min arradaca, hooyooyinkii idin nuujiyey, nuugmada hooyo idinku noqday, iyo walaalihiin aad nuugmo walaal ku noqoteen, iyo waxaa la kala qaaday hooyadii ku dhashay iyo kuwa dhalashada kale
والعلاق النقطتين. نبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نجمد وحق حرام النقطة وحي النصب يرشك حرام النقطة. حد النجمد أسي حديثك عائشة في صحيح مسلم غير كهانة خمس رضعات معلومات يحرمنا. شنتشر إنه نوج علمه بالغ ومرمان. هل مر نجمة إلا بمر نجمة محمد حرام النميان. وحديثك وكي لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. لبتر نجمة هي هل مد محمد حرام النميان. هذه الشنط الدليل كقوة صحيح شنتشر أيتها. سؤال شكوبات. بحلقة ترضى كهل ليسو ما هل هوانا إني وذا نوتشيسا شردية مسهد الله بقب نوضا ولا لا أي صدح إيا الله بكال نوتشيان من صدح تير نوتشيس من الله بكير نوتشيس أما وحتى هذا بقبال يهو يدي مذين الله بكال نوتشيس من صدح نوتشيس أما إنتا كبضان وتدومر أم حارم إسوء هدي نوتشين تيشان تاها قيب صدان إله شن من هل أبها النقطي تحريمك ما كنا لنا يا ورضاع شنطها ما كنت ما يا تحريمك سؤال شو كوباد واتاس طلباتنا قفوين أيضا كلام مارمين ما لنو تشين كراواي بس أنا ظهر أنت نح ما حسوس توح النقلة أما علومك هذا الشيء حسوس تيدو مصو قبانيسو قيمين تايدو انت قاعدة ذا بابت للرضاع كينيسو إن أنا يحب التريني وي وي شرط تهي إن هو يكليه أي شان تير نوتس ويران لابا لابا دابا سيدا وأوليه عدي نقل سيدا كدوان أراكتانا إن النوفا إذيسو وشعران الله وكفا إذيسنين أنا لابا لابا دابا ساوا أوليه مركة هورة حرمضو مركة السقناتو بي غورتا ما لها لو كلا غور غوري هو يدن لبدا جير او نوغي لبدا جير وها مخارانت نيميسو ار المسط ولا المسطاني وي هو يدن مركو كسو تغيي اي تن كلا او وريغيي تن كا هوره واخ كو خيري او حكم رضاعه او هو كدشاي ما جيرو طلباتي او يمينا النساب ما بوخينن marka nisaabka tahriimkuna talfiiq iyo isku dardar iyo isu googoyn ma galo sababta labaad ee waxa weeye xadiidku wuxuu tilmaamay yahrumu min ar-radaa'ati ma yahrumu min an-nasab asbaabta nasabku wa kamaalul wilaada way tanna kamaalka iyo dhameystirka radaa'ada iyo nuugmadu waa shanta inay dhameystiranto هذين القفك إيدي شنتي كمال كيبهرين موجود بين كرتو ما صامين كرتو نحن كلام كات كأكتو تحريم كقيب جود بيس المها أي الشيء هي المها أي ولا شيء الشيء بعيسه حلال لبذا وضع عنو للمذي هذي المهودي سو حلال نقدان عنهوذو كما أود بدنا نصب كيا وكذا عيف سيهن تحريم يجع اسمه جد بنيان المعنى إنك كما عرضنا شيء بعد تنكلك جحران تني موبين المعنى إنك كامل إنه تشنن التحريم جد بن ما يمين باب أولى أنت أص بحثا بانكويري لكن نقلا معنا أرك محسوسته إذ علمه أو كذا شيء دي بدنا كحذا هلا وإذا لسه وذا قدونا dadka dhageystayaasha iyo mustamiiciinta ahna dadbanow talabatu ilmi iyo culuma ku jiray masalada bal naqli nas in la raadiyo waa soo jeedin lahaa cidii heshana hanu soo wadaagto si aan uga faa'iideysano wabillahi tawfiiq saalka afraad wuxuu leeyahay bangiyada islamic finance on horay uga hadlay qaybta muraabaxada la yiraahdo iyo laba su'aalood ka qaba سؤال شو كبار الحوله وحاتري إلى أي وحي إيجو قتان
وملكي جودي ضمانة دودة وقالوا ضمانة دودة وقالوا هشيس لما قلي كرتين وحو يري وضع هذا الكسير هوري يا كون كاغينا يباران حكت هذا وي أود هذا نقال إيغان وي كوسو شيغان قدر كي كافا إيدي كران مهشيس با مكاسات كودا سواش اللوان نحوري بنقيدة وحال قرا هذا الوقت يجي كلا صوت دهدود بحين ويدو جناح انت نمبا كفولية مركان ويدينين وحير دهن مال صدقات بقى لجرينا يا عنا وقاضن ما إنه جناح حاسير ربا ما يهم يسمع لبدا سؤالود أيو كقبي سواش كوباد وذا هذا الكهشيس ما يهي مايا وحاتيرا قرقرتن يهشيس قولك الصومادان أرق دونيس iyo guur ba jira ganacsigana gorgortan iyo wada hadal iyo heshiis iyo kala gadasho jira sadarta nabiga hatta markuu reebay la yaabi ahadukum baadukum ala bay ahadukum ala bay akhihi wala yasumu ala sawmi akhihi wa gorgortan iska dul gorgortamin waxa hore gorgortan ba la yiraahdaa urfiga heshiisada haddu gaar ahaan haday bangi la xiriirto qoraalka la kala saxiixday ba kala iibsiye heshiis rasmi ah la yiraahdo mid ka weeye mid ka laga hadlaye iswaraysiga iyo gorgortanka iyo xuquuq ogaanshaha iyo isjiijidka hore heshiis ma kadibna la kala tagi karo ama laga heshiin karo heshiiska dambe wax laga hadlay masalada ganaaxu hadii shuruudeeda la helo riba maaha madama qofka aan lacag ku kordhaynin wax kale waxaa loo baahday xuquuqdii lagu lahaa uu ku bixiyo ku qasba in iyagiina ayna qaadanin waxoodii ka badan oo dulsaar ayna u dhuumanin dadkiina wax ku qasba la helo bay qaliyada ganaaxu u timid laakiin waa qofka isagoo heli kara meermeeriya qofka xuquuqda bini'aadamka heli kara ee meermeeriya in ganaax dhaqaale la saarana nusuusta ay ku sugan tahay nabigaana ka sugan tahay salaam zakada qofkii bixin waaya fa inna aakhiduha wa shatra maali azmata min azimaati rabbina ninkii beer asagoo soo mara bisil ee baahan afku wax kaga cuni kara haddii laakiin uu meel ku gurto gacanta ku qaato jeebka iyo intuu ka buuxsaa la tago iyadii iyo laban laabkeedoo ganaaxa laga qaadaya marka taqriim bil maali xoolo in lagu ganaaxayo nasan way suganta xoolaha ganaaxa iyaga haddeena qaadanayna qofkana ka soo baxdana meelo charity iyo in lagu bixiyo sadaqaad iyo danaha guud masar culimadu ay ogol yihiin oo ribada maaha سألك شان هذا حولي هاي وحان كاشا قايستاب ولي بواكتا قرالة علمي اللي قو قلن شبية قرستو داد بادن باك قلن شبية هير جامع عدد هير دقريغ اللباد مسترك إلا دقريغ سدحات داد كا قاركو دحمو قرية قاكران أما وقت با أما هايان وانو قرا لما وحبو شاقي وسمي أنا أو قرا sugu diyaariya isagoo diyaarsan baan magacooda iyagu inay qoreen intaan ku qoraan u dhiibaa saasay ku geystaan lacagna waa isiyaan mararka qaarkood wixii aan qorayay iyo mawduuc aan wax ka qorayay mid u egoo la qoray baan arkaa anoon isagii u sheegin baan wixii intaan ka soo qaato waan xataa meeluhu ka soo qaaday sida uu yidhi u qaadoon magaciisa ka tirtiro baan qofkii u dhiibaa kaasa waxaan dhahaa haye waku kaas magaciisa ugu qora su'aasha jawaabteedu waa isku mid oo xaaraan way ma banaana waana shahaadatu zuur markhaati beenaala way qofkan shahaadada la siinayo qof wax baaray aqoonteedii leh wax soo qoray wax diyaarin kara baa lagu siiyey oy caddayn u tahay buuggan uu keenay isagu soo qoray baa lagu siiyey hadduusan waxba soo qorin waxaana qori aqoonin dee lamaba siiyaan caddayntan warqadii caddayntee la siiyeyna intuu ummadda ula tago waa caddayn uga dhigaya inuu wax yaqaano wax qori karo buugananaa qoray buu leeyahay oo been ah kalaabisi toobay zuurin waaye laba maroo beena qof qaba shahaadaduu qaatayna shahaadatu zuur markhaati beenaala wey adigana waxaad ka shaqaysay tacaawun calal ithmi waalcudwaani wey marka adigu qortayna been baad ka shaqayseen markaad qof kale wuxuu qoray xaday
ودال كيسي يا وقت كيسي يا فكر كيسي انت حد داي ولي بدات كلا واحد والله عكس يسطينا حولها الله جهرنا وحرام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه إذا واحد حرام تنمي الأكثر حرام تنمي وحنا والدين شيء نكتة وهذا علي بالي شيء قف بساس وكل الله وسوا قري بوه قف كلا قري قبل قرتي نبوا هاي بساس الله وسوا سميه لكن وحال الله المامي إن لبدلو ماشي لها قبلنا قراغيه وحي أم هذا علينا إيسا سا يسا سيئو نينا صوفر إستي رقم ماشا فردي بوغي ساقي مينا ينا وحا كتشرة نيكي بوغا كرميرها كا هاي قبلنا هاقي يي بقوبتا فردي نيكي بركو سوى آخر يي واي يا بي مكتبة دي سيبو كل نقضي كو بيدو هاي واكسو هالي ساوابي إساقي نيكي ماشي مركو صوفر إستو ورد انتا لغو نقاشن هذا هادلي واد قوري واد أخرين دمشي ولا سو فريستي انا قبلنا قراغا وانن انت حتى اسكم انا سو اخري اسكم سو بدرين الى مركو كعيبين يا كفشلاي تني وين فديا او خا سو كلا لسو استاغي قف الى هي فشل عيبي وي عيبت انا ومدنا صص درت ارنتاسي اقونتي ان لغا بين شهو شهادوين بين الله سميو بوغاك بين الله قرو ummadi aqoonti lagu fasaadiyo arin wanaagsan ma wadii dhaqtarkii jirka bini aadamka daweynayay shahaada buga uu soo qaato macallinkii dadka barayeen shahaada buga uu soo qaato injineerkii guriyaha ino dhisayeen shahaada buga soo qaato goormay ummadani meel gaari ay wax barani guriyihii bug baa lagu dhisay isbitaalada iyo farmashiyadii bug baa lagu sameeyo dadka lagu daweynaya diin iyo duunyaba aqoontiina ودن كا أمد داسي وأمد كنا كلها غش نبي روحي من غشنا فليس منا قف كنا خيامة وحبان النوه سجلي أنا جمد معها سنبي رسالة عسل أنت على سكدة أيو إلهي كيابة حولها الله يهرين حرام وي سائل كسد حاد لحد حولي هي وقف دمرة قرن فوقي من محاضرة كده يستيقف كمسلم كصبح والبحبنيه سسدح بقولي لحدن كا إن صدق الله جرب سلم حاضر هذا وحنا كنا جايز تلا برع عضو ده وبرقاد يطح هذا اللي تكده إني كجف ليهن ما دام حبني هاد نبص على ده كقيم قاضنا يان وأنتو كان يجي وقت جع عادة ده صلاة دي ما تكن كرو صدق ذي نوي تاجنته وحن سمايا جرن ويا محن سمايا وحلا سمين كرو سهل هي وفدودي وقت جي صلاة دنا وحير أم بهدو بتكبدية نبو حول كل تسبيحة صدق وكل تحميدة صدق وكل تكبيرة صدق وأمر بالمعروف صدق ونهي عن المنكر صدق صدقاتك ويبديهن خيراتك الله السماية هدي بعد هلك اسكف وليساته بقول تير سبحان الله اعتراضه بقول تير الحمد لله اعتراضه أما سدع بقول لحين تير سبحان الله اعتراضه سدع بقول لحين كصدقة دي واطنة ميسي تن صلاة دو ودويسي سنيسي كدب واتو كنيسي وقت جاي كوكو قاعدنا يسي وحادو بدن كوكو قاعدنا ميسا سبحان الله هذا مركز سبحان الله 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 سيدا وتري سبق لي الحين كبر جارسي معنى هذا معها صدقات كي حبني هذا ربط إن الخيرات كلا سميسو صلاة دينا عذر دار هذه على تي أما بيدهم قبري هذا هين ملت كويسي ستي كو قبر قبر ستوي ذي أما مال هاد مريس مال مناسبة كنت كتو صلاة كنت كان كرتبة أدوية دي تسبيح ده أخري تحميد ده أخري الله أكبر ده أخري لا إله إلا الله أخري خيرات كاس ورنان انتاد بادي سو بوسكي صدقة ده كو قلع بالله توفيق سيل كتو بادي وحو إنا ليه هاي مال قرار مالكو بدل عياران لا هايون كرايا ساعة دي بطبان دولار بانكو كرايا قولة ده عياريس دين تم حيك قبطة سواش المرحة نوارا صوم مرتي بسرعة سنة بعد تمالها هولالك شرالك لغا كرين ايو انبا يلا متا هدي عيار تددك كو عيار ايا ايا سيد الله عيار ايا اي انا ايو حدن بي اهين طبعا قرون كا اهل ليه ده هاي حفلات فسق يا مكا كرين كرا مايا سيد هولالك بان لغا كرين كرين ايا قريها قرون كا اهل ليه ده هاي وحي بنان شربا لغو قبصدي
حفلات مناسبات كلا لغو دكتور دم بيهين عيارا دم بيهين با لغو عياري رغم بانا كو عيارو هل كان كو يري أصلا هان وي بنان تهي وحيا بها مباحات كا إن ميلا لغا كريو هدى حالة ها قار كود حاران لسو درستانا ودانا دوغو أوغين أميشيس كرين تاد غشي أود أنا اللهين وحبا دم بيكا مسارنا سألك سديد حالي سديدة دو حولي هاي مساجد بان كسوتو كذي صلاة جماعة لسوتو كذي مساجد كلون عشر كولا هابان سوصو عراري سو صلاة اللغو تيران إمد محان سمايا ملتو كذا سوا انسكا فريستا سواشا جواب تيدو لتوكو تي هرانا فرض بيكون نقن تنا النافلة يصنع يكون نقن مسلم كاسو جودة يانا كهاري ميسي حلق النبي عليه الصلاة والسلام نمان با قريو دا كسو تكذي او صلاة دي إن لا تكذي مودي نبي او صلاة دي صباح الوجه ري مادين مال بإسكا فريستان قدال بإسكا فريستان نبي صلاة مركو كبا حي وسيدي عادة يسو جيد سدي بوارك اللبن إنو حقا إسكا فريدا وحيدا علي بهما إيه كان نمان كاس وعلى سوق وطوكالي عليري وحان لو كان ترعدو فرائصهما إيقو تين حين ساقو قرقريري يا لو كان عرب مسلم سومتين ها بيردين بحنا لا تكون ويدين إن لا تكذان موذين قولي هيا جيب أن كسر تكني صدر تبع سقف فريسنا عرب هيا لنا سداس هذا سو تكتان كدي من مساجك يا تمادان لا تكني لا تكذا فإنها تكون نافلة لكم سنة إذن نقنيسا أجر بات كه ليس جماعة مسلمين تنا لا تكو مسلمين تو تكنا يقايب سقف فريان ظاهر كخلاف كان ولا قف في عين يهي marka la tuko jamaacada labaad ee aad u timid masaajidka ajirna wad ka heli saalka sagaalad wuxuu leeyahay waxaan aragnaa marar badan dadka oo dhahaya malaa'ika ku soo salaanto qof baad salaamaysa booqashaad ugu imanaysa telefoon baad u diraysa wuxuu leeyahay malaa'ika ku salaanto diintu maxay ka qabtaa dhibaato ma leh duco fiican way duco wanaagsan oo khayr badan way malaa'ikatu dadka inay salaanto inay astaan khayr iyo wanaag tahayna kitaabka iyo sunnaduba way sheegeen kitaabku meelo kala duwan buu ku sheegay oo adduunkana waxaa leena uu sheegay leylatul qadriga maxaa ugu dambeysay aayadaha axkaamteeda ka hadlahayay salaamun hiya xataa matalaacil fajr ereyga salaamunta culimada muslimiinta qaybo badan baa ku fasiray inay tahay malaa'igta oo dadka salaamaysa habeen salaam wey oo malaa'igta wareegaysa oo dadka salaamaysa aakharan ilaahay wuu sheegay waxay uga soo gelayaan albaab kasta idkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bimaa sabartum nabiguna waa sheegoo nebi aadam calayhi salaatu wasalaam salaantan islaamka markii la barayay malaa'igtaa salaantay isna u jawaab baa layidhi waxaa layidhi taxiyatuka wa taxiyatu duriyatika xadiidkii xanzalata alasiidi fi saxiixi muslimna saacatun wa saaca ahaa waki nebigu calayhi salaam maalin uga sheegteena yidhi rasuul markaan kula joogno saan u fiicannahay qalbiga iyagu nadiif u yahay waan tegaynaa reerihii caruurtii xoolihii aan ku mashquulayna wax badan baan halmaamaynaa aman munaafiqnimo waa ku dhacnay markuu xanzala yidhi abu bakar wuxuu yidhi allah nigala laftay saas haysat nabigu wuxuu yidhi sidaas maaha low tadumuuna kama haddaad ahaan lahaydeen markaad ila joogtaan sidaa tihiin nolosheenna malaa'igtaa idinku salaami lahayd jidadka riwaadka qaarkood iyo gogosheenna waxay idinku gacan qaadi lahayd malaa'igtu jidadka heerka haddaad toosnaan iyo iimaanka iyo kagagaari lahaydeen waastaan calaamad fiican qofku dadku haddii aada u toosnaan lahaayeen malaa'igtaa idin salaami lahayd buu nabigu calayhi salaam halka waxaad ka garatay qofka ku yidhaahda malaa'igii ha ku salaanto toosnaan iyo salaax iyo khayr iyo wanaag badan buu kugu duceeyey oo aad mudato inay halkaa malaa'igta ku salaanto dadkii meeshaa joogay waxay yidhahdaan ruwaadu cumraan cumraan ibnu xuseyn baa ka mid ahaa malaa'igtaa salaami jirtay oo salaanteedu maqli jiray waagi dambe waxaa ninkan baabasiirtan iyo qormaadeedii la yidhaahdaa ku dhacay dab buu isaga gubo nabigu darna waa ka reebay dadka walow uusan xaaraan ahayn
كدب ملائكتي صلانتي هذي واي ويسكد أي كدب ملائكتي صلانتي هذي إنه مقال أصول نقطي وباب التوكل كيو ولا يكتوون وحيابه جنادة اللي قلي من غير حساب ولا عذاب بكمت ما كان ملائكته هكو صلانتو ودعا وناكسن وكتاب كي صنضو بكتسين معنا وناكسن اللي تلمام يسو وبالله توفيق سألك طبنات وحين ليه هاي هذا قبله إسف الصقده ضيع وجي من نك هذا حجز كدبنا ننكي ودب كسو هجاجو سدا وقول نقان كرتا هدي أيسان جور كلا سامين قداشيس هذا مسألة فصق يمادو على الصحيح تلقذه مدمو فصق قاضيو دور مأرموت بواليه ومركا كوبادي كبردو فصق الددي سأي قليسو وهل حيضة هل عادوي هدينا نقور لحين مددا عادة اي كوشرتاي ننكو رجعتو مرده كرو حتى هدي سفكرتان لابا دل قديه وحماء مردنتو وهدو هدي سوي مادان اسقرسدان فسقي دلقت تكتير لغا سو قادي مايو وقادي وفسقي ومدى سدحادة إني دب إسو قرسدان بابنان شردنا ما إدينا يتنماتو وحيسكو حكم مدى كيهن إن رجعتو لديه كرين دلقضاهنا لغو ترينين نكاع عسوبنا أبنان يهد إدتنا ماتي هدينا نمام با وحيسكو مديهن مسألة ذا خلوعة خلوعة إيا فسق إيا وحي كمديهن هوانكا حريقينا قوأي إدادينا كتيرة رجعتنا أن لديه كرين يقوى بلحل إلى الفقهاء بيننا وبيننا الصغرى أو يقانان سواش أقول دم بيس وحولي هيدتك إسكو جنسي إيس قرسة مسلم نمانا الشاكتة محو حكوم كودو نقنية من مسلمين با بسوا قالوا مسألة ذا نين قرسة ووحى الشرعي أنه لواط كاللو يقاني قوم اللوط لوها لغيوي إنه حرام يهينا كتابك يصنده وإسكر راعين كبائر تواوين وكمت قفك حلال يسته وكو قالوا بيا دينتو أقب حيا هدي حجذا لغو marka xujada lagu ooga kadib oo wax diin looga baxo qofka shakhsigaana wuxuu kaga baxayaa markii xujada lagu ooga ee loo cadeeyo kadibna waa xalaal uu ku sii adkaysto haduusan xalaal weeye dhihin oo san xalaalaysan laakiin xumaha uu sameeyo waa dhunubta waaweyn ee kabaairta ee la sameeyo waxa sidoo kale xaraama dumarka waan isguursanaynaa iyo wax iska daya لقد لو عربي قال لو يرادو السحاق ايضا حرام وي نصوص الشرعي انو ايات قرآن ما حاسوستو ما قرانيو لكن حديث فربضا انبا كتمت اني حرامتا انت انو هين علماء دو حرام تنما دي هذا فقه دو اجماع واسكر راعين انت حاسوستو إيادنا هدو قفكو حلالا يستو قالو بيان وقال نيمو حلالا يسي قيدو حجة دا مركا لغو أوغا كدبنا قال نيمو لغو حكومي كرا هدو قفكو حجة دا أوغا يقف أوغي كرا ييه وحان ربعين تاني هدين كود دارو نبقى نواشي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان كوحاسي إناي بادان دونان استامها قيامة دونا كود داري اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء ان رجينا اياك ديب السقوف وفان دمر كينا ديب السقوف وفان ورقنا دمر بأم باهنين دهان دمر كنا رقب الله ما باهنين دهان اياك ام برتي اسكا اصلان وقويسس يا ريران نقونا ينا ايا ماشي اللي قاري بها اللي قارتي بسالة النبي واشي عليه الصلاة والسلام
walaga yaaba usbuucyada soo socda masail arrimaha la xiriiriyay axaadiista nabigu ku sheegay inaynu qaybo soo bandhigno baan rajaynayaa. intaasay xalqadeeni 39-aad ku eg tahay ilaa xalqada xigta, iyo dhowr su-aalo xoogay intaan isaga iman doono. sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.